بنرحب بحضراتكم مرة تانية ونبدأ كده فقرة السوشيال ميديا. وفي تعليقات كتير كويسة بصراحة وناس متفاعلة، وتحديدا هنا الرجال هما اللي كان السؤال طبعا موجه ليهم، فيعني في مدل على شيء. الاجابات دي تدل على تغيير الفكر الى حد كبير. نبدا مع حضرتك يا فندم. في اجماع الحقيقه، من انا بصيت بصه كده سريعه على كل الاجابات، تقريبا كلهم متفقين في نفس الراي، وطبعا ده شيء لازم يكون حاصل. الحقيقه احنا طبعا نفكر حضراتكم ان كنا بنتكلم على مبادره لاني رجل، وبنسال حضراتكم سؤال: ايه شكل او نوع العنف اللي انت كراجل بترفض ان المراه تتعرض له؟ المراه دي اللي هي بتشكل الام والاخت والزوجه والابنه والزميله بالظبط، يعني نص المجتمع ان ما كانش اكتر. جات لنا اجابات كتير، البدايه هتكون مع مصطفى عادل فوده، بيقول: صباح واهلاوي يا استاذه نهاوند واستاذ كريم، صباح جميل عليكم يا احلى ثنائي وعلى اعظم جمهور النادي الاهلي العظيم، دايما متالقين في قناه نادينا الحبيب. نشكرك طبعا على الكلام الجميل. ورده بقى بيقول: انا ضد العنف ضد المراه بكل انواعه. لخص الموضوع، والله دي نقطه كويسه جدا، ضد العنف بكل انواعه. انا اتمنى كمان الناس اللي هي بتتحدث بهذا الشان ان هم يكونوا بيطبقوا ده كمان يعني في حياتهم. يعني انت عارف بعض الناس تقول لك ايه: انا طبعا مع عمل المراه، انا مع وين يجي يتجوز يقول له لا انا عايز واحده تقعد في البيت. صحيح. فيعني أو ممكن حد يتكلم ان هو ضد التحرش مثلا وتلاقيه بيلعب حواجبه لاي واحده بعد ده. طيب تسمح لي يا كريم ناخد طبعا. يعني الصديقه العزيزه جدا دكتور أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب. صباح الخير عليكي في البدايه دكتور أنيسة، ورايك ايه في موضوع الحمله الخاصه بمجلس القومي للمراه لاني رجل؟ اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير عليكم نهاوند وكريم، وانا والله ببقى سعيده لما مداخلاتي في اليوم تبتدي مع قناه الاهلي. وانا طبعا رايي ان مساله احترام الكرامه الانسانيه للمراه هي مساله ما فيهاش نقاش. صحيح. اللي ما يقدرش يحترم زي ما حياتك كنت بتقولي زميلته، مراته، بنته، امه، يبقى احنا ما بنكلموش اساسا، هنكلمه في ايه؟ ما فيش منطق في الموضوع. وبالتالي انا رايي، انا حتى لو بتساليني شخصيا انا كنت اسميها مش لاني رجل، لاني انسان. صحيح. اي بني ادم لازم يحترم المرأة زي ما المرأة بنطالبها باحترام الرجل. الاحترام لازم يكون متبادل. وبالتالي احنا عايزين يا رب ان شاء الله بالحملات دي نوصل لليوم اللي احنا مش لسه فيه بنتكلم هو ايه احترام المرأة يعني ايه. لا حضرتك زيك زيي او زيي زيك، مسألة الاحترام المتبادل دي هي اللي بتبني مجتمع صحي، مجتمع نظيف، مجتمع لا يسيء أفراده إلى بعضهم البعض الآخر. ولذلك أنا سعيدة بالحملة وبتمنى نجاحها وبتمنى استمرارها لغاية ما تيجي الناس في يوم من الأيام تقول خلاص إحنا مش محتاجين حتى نقول كده. دكتورة أنيسة، كان في أزمنة غابرة كنا بنتكلم وبنسمع وحتى بنشوف أفلام كتير بتتكلم على العنوان ده، حقوق المرأة ومدى الصعوبة اللي يعني اللي بتتعرض لها المرأة للحصول على يعني اضعف الايمان، ابسط حقوقها. بتهيألي ان احنا دلوقتي يعني عايشين مرحله زمنيه الوضع اختلف فيها 180 درجه، بقينا نشوف المراه وزيره، وبقينا نشوف المراه في مناصب قياديه كتيره جدا، زي حضرتك انت شخصيا نموذج على اللي احنا بنقوله ده. فالتغيير اللي حصل ده حصل نتيجه ايه؟ ايه اللي استجد فبالتالي ابتدت المراه تحصل على الحقوق اللي كان المفروض تحصل عليها من زمن فات الحقيقه؟ بص انا متفقه معاك، انت بتعيش في عصر بيعترف يعني بوضوح يعني جدا بحقوق المرأة. أنا رأيي السبب الأساسي هو الخطاب السياسي والإرادة السياسية للدولة. يعني لما أنت بتلاقي السيد رئيس الجمهورية يطلع في جميع الخطب يتكلم عن دور صحيح. المرأة صحيح. وعن احترامها وأن طبعا. هو وزير المرأة وهو من يؤيد المرأة، حضرتك وصلت الرسالة الأساسية. ما ينقصنا هي الثقافة السائدة، أن أنت صحيح. تبتدي بالتدريج في مناهج التعليم، في الاعلام زي ما حضراتكم بتعملوا، ان انت تتكلم يا جماعه احنا عدينا بقى المرحله دي اللي مضطرين نثبت فيها ان المراه لها احترامها. انت على فكره في الشريعه، في الاديان، طبعاً. في الـ في الـ في الادب، في الفن، واحنا دايما بنقول على نفسنا ان احنا شعب متدين بطبعه، فما أيوة. ينفعش يكون التدين ده انتقائي في امور معينه طبعاً. او سوري. صحيح. برافو عليك، برافو عليكم. احنا مش بننتقي اللي يعجبنا في الشريعه وفي الدين ونتكلم عنه. انت من 40 سنه كان في الفيلم بتاع مراتي مدير عام بتاع صلاح ذو الفخار وشاديه. وبعدين معلش انا بزعل منهم، نرجع نتكلم دلوقتي تيمور وشفيقه. ايوه بس المقارنه يا دكتور اللي يعني كانت موجوده تدل يعني دلت على شيء، تدل فعلا على تدني الثقافه الى حد كبير. اه
يعني احنا بنعمل بعض، انا بقول بعض الناس بتعمل طبعاً. ان تقول المرأة دي زي ما تكون تكرم من الرجل، لا، تقول المرأة دي مثبتة في جميع الأديان وفي جميع الشرائع، وهي على فكرة أي نفسية سوية بتحترم المرأة. يعني أصل انت هتهينيها ثم تعيشي معاها ازاي يعني؟ أو لا تؤمني بحقوقها ثم تربي هي أولادها ازاي؟ أنا دكتور أنيسة عايزة أروح بقى مع حضرتك لنقطة كمان مهمة جدا بما إن احنا فتحنا هذا الملف، وهي فكرة بقى مش هنا الرجل الذي لا يعترف بحقوق المرأة وبدورها في المجتمع وأهميتها وذكائها أيضا، وإن هي لا تقل يعني عن الرجل في شيء، للمرأة التي ترى وتقتنع ان هي اقل من الرجل. يعني للاسف هي بتكون نتاج بعض الافكار الذكوريه هنقول اللي كانت برضو في السابق، انا بحضرتك ان الفكر ابتدى فعلا يختلف الان، ولكن هي نتاج هذه التربيه، وبالتالي اصبحت هي يعني معتقده ان هي فعلا مواطن درجه ثانيه، هي لا تصلح لبعض الاعمال، هي هي هي. فازاي الفكر الخاص بالمراه نغيره، او مصطلح هنا قهر المراه للمراه الموجود برضو؟ بصي، ما فيش غير سبيل واحد اللي هو دايما ان انت مناهجك الدراسيه يبقى فيها قصص تعلي من شان المراه وتعلي من شان الفتاه الصغيره ودورها، وان هي لها راي، وان المدارس يبقى فيها انتخابات لرائده الفصل، اللي بتمثل الفصل في المجلس بتاع الطلاب بتاع المدرسه او بتاع الجامعه. صحيح. تاني حاجه الاعمال الفنيه اللي بتعمل كده. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا طول عمرنا انت عندك الملكات من ايام شوت، وعندك المراه المصريه الفلاحه اللي بتدير منزلها مع زوجها، هي لها دور اساس. احنا من غير ما حد يزعل مني، اللي اثر فينا هو بعض التفسيرات الانتقائيه للتعليم الدينيه، فابتدينا نتاثر بتعاليم وافكار دول اخرى دلوقتي بتتقدم عندنا وتعلمنا وتقول حقوق المراه. مصر طول عمرها منفتحه، ومصر طول عمرها بتحترم الرجل زي المراه، ما شفناش في افلام قبل كده في الافلام الابيض واسود حد بيهين المراه او بيعملها انها اقل. فاحنا محتاجين للتعليم وللاعلام الاثنين مع بعض، والدراما والقوة الناعمة. انا بتفق مع حضرتك. بشكرك جدا دكتور أنيسة حسونة، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة الاهلاويه الأصيلة كمان، وعضو مجلس النواب، شكرا ليكي. ونقاط هامة جدا ذكرتها دكتور أنيسة. واخر حاجة بس سريعا قبل ما نكمل، هي فعلا قصة هنا الدراما والسينما جداً. بيبقى لها تأثير كبير جدا 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 على كمان النشأ الصغير، ان هو احنا على طول 24 ساعة قدام او يعني معظمنا قدام التلفزيونات وبنتفرج، فانت بتاخد ثقافتك كطفل صغير طبعا. من الدراما ومن السينما، فلما تشوف ان المرأة في الدراما وفي السينما مش بتصور كشخص بيهان او بيتم التقليل منه او زي ما بنشوف في بعض الاعمال، انت بتنشأ نشأة اعتقد سليمة، وبتدي يبقى عندك ادراك. فاحنا نتمنى فعلا يكون في نظر في الدراما المصرية والسينما، مش في بعض الاعمال، ده في الكثير من الاعمال. وبعدين حتى يا ريت الموضوع كان محصور على السينما، السينما دي الواحد بيروحها بكامل ارادته، هو اللي بيروح يتوجه لدار العرض عشان يقطع تذكره ويدخل يتفرج على فيلم معين. لكن المأساة الأكبر إن احنا بقينا نشوف، يعني في الفترة اللي فاتت شفنا مجموعة كبيرة من الأعمال الدراما التلفزيونية، مسلسلات تلفزيونية يعني بتدخل كل البيوت ومتحقق فيها كلام اللي أنت بتقوليه ده، واللي طبعا كان لازم يحصل فيه تغيير بشكل جذري الفترة الجاية. طيب احنا معانا برضو على التليفون دكتورة رانيا يحيى، وهي عضو المجلس القومي للمرأة. صباح الفل على حضرتك يا فندم، أهلا بيكي. صباح النور، أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. سعداء سعداء لوجود حضرتك معانا. وبنتكلم النهاردة زي ما حضرتك أكيد متابعة عن فكرة حملة لأني رجل، ودور كل راجل في ان هو يتصدى لكل الممارسات الخاطئه اللي من شأنها التقليل من خصوصيه المراه، التقليل من شعور المراه بالاريحيه حتى في المجتمع بشكل عام. فحضرتك تحبي تقولي لنا ايه في هذا الاطار؟ اقول ان المجلس القومي للمراه طبعا بيقدم الكثير جدا من المبادرات الحقيقه الداعمه للمراه، ولكن هذه الحمله ليها خصوصيه يعني عندنا كلنا، لان هذه الحمله بتخاطب الرجل. وحضرتك عارف ان احنا في مجتمعاتنا الشرقيه بنعاني من ثقافه ذكوريه خاطئه يعني راسخه في اذهان يعني عديد من المواطنين داخل هذه المجتمعات. وبالتالي المجلس هنا بيخاطب الرجال وبيخاطب الشباب، وهنا عندنا تعاون كمان مع وزاره الشباب والرياضه المعنيه بدور الشباب. والحقيقه طبعا ده يعني شيء مهم جدا ان احنا نخاطب هذه الفئه اللي هي بتساعد
على تهميش المرأة أو رد الفعل أو التعامل. نعم؟ حجم التفاعل وحجم يعني ردود الأفعال الذكورية تجاه هذه المبادرة عاملة إزاي؟ التفاعل طبعا كبير جدا حضرتك، والمجتمع الحمد لله في حالة كبيرة جدا من الوعي، ودور القيادة السياسية في دعم المرأة الحقيقة عامل نقلة كبيرة ونقلة نوعية في التعامل مع ملف المرأة بشكل عام. وفكرة إن الشباب كمان عندنا في وحدات لمناهضة العنف والتحرش في الجامعات المصرية أصبحت تخاطب الشباب في الجامعات، عندنا العديد والعديد من الحملات اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة، منها حملة طرق الأبواب وهي حملة بتنزل للناس في بيوتها وفي القرى وفي النجوع. كل ده الحقيقة عمل نقلة كبيرة جدا وخلت الناس تحس بدور المجلس القومي للمرأة وتدعم قضايا المرأة. من الأمور اللي أنا شخصيا بتمنى إن احنا ما نشوفهاش بعد كده، اتكررت للأسف يعني كذا سنة فاتوا في الأعياد وفي المناسبات، بتلاقي ان في مظاهر للتحرش يعني مش بتاعتنا، او يعني ما ينفعش تكون حاصله عندنا، فاتمنى ان النوع ده من المشاهدات ان شاء الله تختفي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وطبعا ده اكيد من خلال كل الادوار اللي بيقوم بيها المجلس خلال الفتره اللي موجوده دلوقتي والمبادرات دي، وطبعا دور الاعلام والتسليط الضوء على المبادرات اللي بيقوم بيها المجلس مع التعاون اللي موجود ما بين الوزارات والهيئات المختلفه، اعتقد ان شاء الله ان احنا هنقدر نعمل نقله كبيره جدا. واللي احنا نتمناه حقيقي ان يبقى فيه يعني احترام متبادل ما بين الرجل والمراه، يبقى فيه يعني الشباب بيتكلموا ويتعاملوا مع المراه بكافة الرسائل اللي احنا بنطلقها من خلال هذه المبادرة او من خلال هذه الحملة، يعني ان الشاب والرجل يكون ضد كافة اشكال العنف المختلفة، انه يكون مع تعليم المرأة، انه يكون ضد الزواج المبكر، انه يكون بيساعد المرأة جوه البيت وبره البيت، يعني كل الاشكال المختلفة من الرسائل الحقيقة انها تكون مدعومة من قبل الشباب، لان هم الفئه الكبيره اللي بعد سنوات قليله ان شاء الله هيكونوا هم الداعمين والمتحملين لمسؤوليه هذه المرأة. تمام، شكرا لحضرتك دكتور رانيا وكل التوفيق ان شاء الله. وسريعا بمناسبه التحرش يا كريم، في حاجه لازم اقولها لك، ان الدوله اخذت خطوات رائعه جدا فيما يختص بالتحرش، لان احنا زمان ما كانش عندنا قانون، كمان فكره ان احنا يبقى عندنا قانون بمصطلح التحرش، احنا ما كانش عندنا هذا المصطلح، فاصبح في كمان عقوبه وتم تغليظ العقوبه من قبل مجلس النواب، فاعتقد دي خطوات اساسيه بتستكمل الرؤيه او توجه الدوله في دعم المراه ومساندتها وكمان الرفع من شأنها. نكمل بقى سريعا كده الردود الافعال. احنا دلوقتي بنوصل محمد احمد، استاذ محمد بيقول المفروض يبقى فيه احترام بين الرجال وبين المراه ويبقى فيه مساواه ما بينهم، دي وجهه نظر محمد محترم وشخص محترم اكيد. ابو عبد الرحمن، صباح نغم على انغام نهواندو، يومكم كريم مع كوجك، صباح العزه والفخر لكل ما هو اهلاوي، ارفض العنف برضه هنا بكل اشكاله مع المراه سواء نفسي او بدني، احنا نتفق معاك جدا. ناجي مولانا بيرفض هو كمان كل أنواع العنف سواء كان جسدي أو نفسي. جميل، ميزو كل الأنواع خصوصا الإهانة والضرب، كلام برضو محترم جدا. صحيح. كريم السيد عمار بيقول صباح الخير على أعظم نادي في الكون، صباح الخير على أستاذة نهواندو وأستاذ كريم، دايما بتنوروا قناتنا دينا الحبيب، نشكرك شكرا جزيلا. بيقول أنا ماليش أي علاقة غير أن أنا بحترمهم، أمي أو أختي. لا تحترم كل السيدات بقى، يعني ام حضرتك طبعا واختك وزميلتك وغيره، ده اللي هو قصده لك ان كل السيدات زي ام زوجة بالظبط او رجل محترم استاذ كريم، تحيه لحضرتك. طيب هو لسه في كتير بس للاسف الوقت بيجري، بس انا سعيده جدا بالتفاعل وسعيده جدا كمان بالوعي اللي اصبح عندنا، وفكره ان الراجل بيطلع بيقول انا برفض العنف ضد المراه سواء جسدي او معنوي او غيره، فده كده يدل على شيء بيدل ان احنا ماشيين في الطريق السليم. يا رب دايما كده نكون ناجحين، ويا رب البرنامج ده دايما يكون بيقدم رسائل مهمه وتوعويه للمجتمع. هكذا نتمنى ان شاء الله. بنشكر كل حضراتكم وشكرا جزيلا على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده، بكره باذن الرحمن استنونا الساعه 10 الصبح، و10 الصبح بالاهلي.